أخذوه بسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين سندهم سند غير منقطع، نرد العلم إلى أصله، نأخذه من النبع الصافي، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لما سئل ابن عباس رضي الله عنه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب تعلمون الكتاب، قال: العالم الرباني أو العلماء الربانيون هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كبار، الذين سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متصل في العلم، العلماء الذين يحدثون الناس بقال الله، قال رسوله، قال الصحابة، لا يخترعون ولا ينتمون إلى حزب ولا إلى جماعة معينة، لا يتسيسون ولا يحرفون كلام الله ولا يحرفون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أهوائهم، العلماء الثابتون على المنهج النبوي في الأخذ بالسند المتصل الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من التابعين، كان تلاميذه من التابعين في الكوفة، يتركون الكوفة وينزلون إلى المدينة ليسألوا عمر رضي الله عنه لأنه أعلى درجة، ويسمعوا منه الحديث مع أنهم سمعوا نفس الأحاديث من عبد الله بن مسعود. كانوا ينزلون إلى المدينة المنورة من الكوفة في العراق إلى المدينة ليأخذوا نفس الأحاديث عن عمر رضي الله عنه. لماذا؟ قال: يطلبون كما أورد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، يطلبون علوم الإسناد، يطلبون علوم الإسناد، فطلب علوم الإسناد من الدين، طلب علوم الإسناد، الإسناد أو السند هو سلسلة الرواة من فلان إلى فلان إلى فلان إلى أو من فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هم لا يريدون أن يكون بينهم وبين عمر واسطة. قال عبد الله بن مسعود: قال عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هم يريدون السماع من عمر مباشرة من المصدر الأصلي. فكانوا يتركون الكوفة يسافرون إلى المدينة حتى يأخذوا الحديث من أجل طلب علوم الإسناد. ولا نأخذ الفتوى من الشيخ جوجل ولا من الشيخ ألتافيستا ولا من شيوخ الإنترنت وشيوخ الفضائيات وخالات فتحية التي في كل مفسقيون تأتي امرأة مفتية تفتي الناس بأشياء تتعجب منها، تقول لها: اعملي يا أختي اعملي وفي رقبتي هنا كذا، هي رقبتي هي رقبة جمل، كم ستتحمل هذه الرقبة، كم ستتحمل الآثام، ويقولون: اجعلها في رقبة عالم واخرج منها سالما. لا والله، لن تخرج منها سالما. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أمرك أن تتبع الحق وأن تبحث عنه، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين. وهؤلاء العلماء الذين اتبعتهم في الدنيا من أجل هواك وأنت لا تعرف أصلهم ولا فصلهم ولا تجلس إليهم ولا تأخذ عندهم، يوم القيامة سوف يتبرؤون منك: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وستتحسر يوم القيامة حسرة عظيمة وتتمنى لو أن الكرة تعود مرة أخرى وترجع إلى الدنيا فتتبرأ منهم في الدنيا وتقول: أنا بريء منك، أنا لا أخذ منك. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة
فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يجعل الله كذلك أعمالهم حسرات عليهم، حسرة، وما هم بخارجين من النار. لذلك انتبهوا إلى هذه النقطة، خذوا العلم عن مصدره المعروف عن الراسخين في العلم. من أمثال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، هذا ابن تيمية العصر، أمثال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أعلم الأمة، أمثال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أمثال الشيخ الفوزان، أمثال الشيخ الجبرين، هؤلاء العلماء الكبار، العلماء الذين شهدت لهم الأمة بالعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي على رأس كل 100 عام من يجدد للأمة دينها، على رأس كل قرن، كل 100 سنة يأتي من يجدد للأمة دينها. لماذا؟ لأن الدين يبلى، الدين مثل الثوب يبلى يخدم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذا الباب ويحدثنا عن أشراط الساعة، عن أشراط الساعة، يخبرنا أن الدين يصبح كوشي الثوب، يبلى كما يبلى وشي الثوب، يعني الزخرف الذي في الثوب تذهب حتى لا يدري الناس ما صلاتهم ولا صيامهم ولا زكاتهم ولا حج. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فيحتاج الدين إلى من يجدده، لن يخترع شيئا جديدا في الدين، وإنما يخرج الكنوز التي نساها الناس، ويحارب البدع التي أحياها الناس، فهو يميت البدعة ويحيي السنة، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هؤلاء العلماء الربانيون والذين يأتونكم لا بالتقليد وإنما بالدليل الواضح، كلما قالوا شيئا قالوا قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، كلما ذكروا شيئا استدلوا عليه الدليل الصحيح النقي الواضح، لا بمجرد أقوال أخذت من الكتب أو عن المذهب أو عن الأجداد أو عن الآباء. العلماء الذين يظهر نور الإسلام على وجوههم وعلى لباسهم وعلى أخلاقهم وعلى تصرفاتهم ترى فيهم نور الدين، لأنهم دين يمشي على الأرض، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة أنه كان قرآنا يمشي على الأرض، فتجد أثر هذا الدين في تصرفاته وأخلاقه وكلامه ولباسه وسنته وعمله. فأرجو منكم بارك الله فيكم أن تتمسكوا بهذا حتى تكون نواة للعمل الصحيح في هذه البلاد، أن تكون سببا لنشر هذا الدين حتى يبارك الله في أبنائكم. انتبه بصلاحك أنت ينصرف أبنائك، وبفسادك يفسد أبنائك، بعلمك يتعلم أبنائك، وبجهلك يجهل أبنائك. فليخشى الذين لم تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان، والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. صلاة
صلاحك وعلمك وتقواك ينشر ذلك في بيتك ويجعل محيط بيتك محيطا بعيدا عن البدع عن الاهواء وعن الضلالات. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في كل الحاضرين وفي ابنائهم وفي زوجاتهم وفي ذرياتهم وان يجعلهم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اخرج الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم علمنا القران وانفعنا بالقران واجعله شفيعا لنا يوم القيامه. اللهم اجعل حجه لنا لا حجه علينا. علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وانفعنا منه بما علمتنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى التابعين والتابعين باحسان الى يوم الدين. بارك الله فيكم. كان عنده شيء من الاسئله ان شاء الله نحاول ان نجيب عنها ان شاء الله، وان لم يكن ننصرف الى بيوتاتنا راشدين. ننصرف الى بيوتاتنا راشدين ان شاء الله. واعوذ انفسكم ليكن معكم دائما وفقا. قلق في شيء ان شاء الله.